أخبار الوكالة نيوز، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية. وقد عرض وزير التموين في هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية. ومستشار الرئيس للصحة، زيادة إصابات كورونا في مصر متوقعة ولكن ليست متسارعة. قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية إن الوضع الحالي لإصابات فيروس كورونا في مصر به زيادة في عدد الحالات، وهذا زيادة متوقعة لكنها ليست متسارعة، ومنها حالات كثيرة بسيطة يجرى علاجها في المنازل، مؤكدا أن مستشفيات العزل في حالة استعداد مع توفر كل وسائل التشخيص والعلاج. وبدء تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي اليوم. تبدأ المحافظات اليوم الثلاثاء تطبيق قرار اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية ورئيس لجنة العليا للتراخيص المحال العامة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية. وعلى الصعيد الدولي، إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات. أقلعت مساء اليوم إلى دبي أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات. وذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أقلعت قبل قليل من مطار بن جوريون الدولي في طريقها إلى دبي. وأكد ديوان نتنياهو أن الرحلة التجارية الإماراتية الأولى إلى إسرائيل هبطت يوم الخميس الماضي. وبايدن يأمل في أن ترفض المحكمة العليا استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من تعداد السكان. قال مرشح الانتخابات الأمريكية جو بايدن أنه يأمل في أن ترفض المحكمة العليا محاولة إدارة دونالد ترامب استعداد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني الذي يحدد التمثيل في الكونغرس، حيث نص قرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر لعام 2020. على الصعيد الرياضي، الأهلي يواجه طلائع الجيش في السوبر ونهائي كأس مصر. تأكدت مواجهة فريق النادي الأهلي لفريق طلائع الجيش في مباراتين الأولى بنهائي كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية في السوبر المصري والمقرر إقامتها بين الدوريين للدوري الممتاز والتي لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد. وبشرط وحيد، مرتضى منصور يحق له الترشح لرئاسة الزمالك مجددا. كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عن إمكانية ترشح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الموقوف والمعزول من منصبه في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء. وخلال حوار تلفزيوني حدد صبحي شرط ترشح منصور من جديد بقوله إذا لم يكن عليه أي شيء قانوني فبإمكانه الترشح بشكل طبيعي في الانتخابات القادمة. وفنياً، الشنطة فيلم كوميدي يجمع بين بيومي فؤاد وشيرين ونجوم ميت وش. يبدأ صناع فيلم الشنطة للنجم الكوميدي بيومي فؤاد والفنانة شيرين منتصف شهر ديسمبر الجاري تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام، فهو من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي. الآن نختم بأهم أخبار المالي والأعمال. رؤساء الشركات العقارية الكبرى يستعرضون الفرص والتحديات بقمة مصر الاقتصادية. يستعرض عدد من رؤساء ومسؤولي أكبر الشركات العقارية التحديات التي تواجه القطاع العقاري مؤخرا بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال جلسة القطاع العقاري بقمة مصر الاقتصادية والتي يديرها جمال صلاح رئيس مجلس إدارة شركة BOD إيجيبت. إلى هنا وتنتهي نشرتنا الإخبارية. تقبلوا تحياتي، إلى أن نلقاكم في نشرة إخبارية أخرى، وإلى اللقاء. يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.